بكم في حلقة اليوم من برنامج الصفحة الأولى. يسعدني استقبال ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الصاوي. أهلا بك معنا. أهلا بك. سوف ترافقنا في هذه الجولة لمناقشة أبرز ما كتبته الصحف العربية والعالمية. ما رأيك، هل نبدأ بالصحافة العربية؟ تفضل. بعد اختراق الهدنة واشتعال الحرب في غزة مجددا، إسرائيل تبحث المرحلة الثانية لعملية الجرف الصامد، هكذا عنونت صحيفة الحياة، ونقلت عن صحف إسرائيلية قولها إن مصادر عسكرية إسرائيلية أكدت البدء في بحث الخطة تمهيدا للمصادقة عليها. وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الثانية، لأن المرحلة الأولى من عملية الجرف الصامد كانت دفاعية وشملت تفكيك الأنفاق، أما المرحلة الثانية فستكون هجومية. جهاد الخازن يكتب أيضا في الحياة عن المساعدين والمحرضين في هذا العدوان، ممثلين في الإعلام المؤيد لإسرائيل، مؤكدا وجود تحيزات ليكودية داخل مجلسي تحرير كل من نيويورك تايمز وواشنطن بوست، مشيرا أيضا إلى مقابلة بنيامين نتنياهو في محطة سي بي اس حينما سأله المذيع أسئلة يصفها الخازن بالحميمة، تاركا رئيس الوزراء الإسرائيلي يدافع عن جرائم جيش الاحتلال، بينما شهدت مقابلة تشارلي روز مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس شهدت تحيزا مضادا. أستاذ أحمد، يعني صحيفة الحياة نقلت عن مصادر إسرائيلية وذكرت بالتحديد صحيفة يدعوت أحرنوت اللي بتقول إنه في عملية تانية أو في مرحلة تانية من عملية الجرف الصامد. برأيك ما مدى صحة هذه الأخبار، خصوصا إنه هناك اتجاه داخل صحف اليمين الإسرائيلي إلى التحريض على الحرب على قطاع غزة والاستمرار في عملية إطلاق النار؟ يعني هو بالتأكيد يدعيوت مقربة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ده هذا من جانب، ومن جانب آخر كل التلميحات والتهديدات الإسرائيلية التي قيلت بعد انهيار الهدنة بدأ تنفيذها بالفعل. بمجرد انهيار الهدنة أو سبب لانهيار الهدنة تم قصف غزة قصف جديد، وتم استهداف قائد كتائب القسام. أيضا كتائب القسام أعلنت اليوم صباح اليوم عن استشهاد 3 من أبرز قادتها، وهذا يترجم ما قالته الصحيفة من أن إسرائيل بدأت تتعامل بشكل فيه حالة استهداف لكوادر بعينها في كتائب القسام، وهو تصعيد كبير وجديد وينذر باستمرار المعارك إلى وقت لا أحد يعرف مدى. طيب، مسألة التطرف في التناول الإعلامي لموضوع غزة بيقودني معاك للمقال اللي كتبه جهاد الخازن في الحياة، واللي بيتهم فيه الصحف الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية بالتحيز لصالح إسرائيل، وأنه بتفرد مساحات واسعة لتبرئة الجيش الإسرائيلي وتبرئة صحته وتبرير ما يقوم به من حرب ضد غزة. يعني أولا برأيك ما مدى صحة هذا الكلام، وهل أنت متفق معه في أن هناك تحيز في وسائل الإعلام الأمريكية؟ وثانيا ما رأيك في فكرة هذا التحيز، هل هذه الصحف تتبع سياسات الدول التي تنتمي إليها؟ يعني هو بالتأكيد الصحف لا تتبع سياسات الدول بالشكل الذي يمكن أن نعتقد أنها صحف تابعة، لكن في جميع الأحوال هي صحف تتبع ما يمكن أن نسميه القيم الأمريكية أو الأسس التي تبنى عليها السياسة الخارجية الأمريكية. والسياسة الخارجية الأمريكية منذ نشأة دولة إسرائيل وهي تتحدث عن ضمان أمن إسرائيل والتزام الولايات المتحدة بحماية أمن إسرائيل، وكل هذه التعبيرات الصحف الأمريكية والميديا الأمريكية في جميع الأحوال هي تجد نفسها ثقافيا متجهة إلى أن تدافع عن هذا المفهوم. هذا من جانب، ومن جانب آخر فكرة الانحياز، شاهدنا في الصحف الأمريكية بعض المحاولات على استحياء للحديث عن شعب غزة، للحديث عن المعاناة الإنسانية. أيضا هذا ترجم فيما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجون كيري من ناحية التزامهم من جانب بأمن إسرائيل وإصرارهم في بعض الأحيان، وهذا جزء من مسألة فشل مفاوضات التهدئة على نزع سلاح المقاومة، لكنهم في الوقت في الجانب الآخر يتحدثون عن ضرورة إنهاء معاناة شعب غزة والمعاناة الإنسانية وفتح القطاع. كل هذه الأشياء تؤثر بشكل رئيسي في الإعلام الأمريكي. طيب، يعني بالتحديد نيويورك تايمز والواشنطن بوست، هل تعتقد أنهما بالفعل متحيزتان لصالح السياسة الخارجية الإسرائيلية؟ يعني أنا بعتقد إن هم بيتخذوا بعض المواقف اليمينية، والمواقف اليمينية في السياسة الأمريكية عموما
هي مواقف مؤيدة لإسرائيل بشكل كبير. طيب دعني أنتقل معك إلى مجموعة أخرى من الأخبار التي تمت بها أيضا الصحف العربية. نتحول إلى صحيفة الراية القطرية ومقال لرئيس تحريرها تحت عنوان أعانك الله يا قطر عندما تتحرك قطر ويتواطأ آخرون، وفيه يعدد جهود بلاده لوقف الحرب على غزة، ويقول إن قطر في أثناء ذلك لم تقدم مبادرة معيبة ومتواطئة برؤية إسرائيلية كما فعل غيرها. ويستكمل قائلا إن قطر التي أصبحت قبلة سياسية للمسؤولين والمعنيين بالشأن الفلسطيني لا يمكنها التوسط في هذه القضية، لأنها ببساطة فيما يتعلق بالحقوق القومية العربية والإسلامية ليس هناك بالنسبة إليها أبيض أو أسود، وإنما انحياز تام. ومن ناحية أخرى، نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقول إن التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض خلص إلى عدم جدية الدوحة في تنفيذ الاتفاق. وقالت مصادر رفيعة المستوى إن المسؤولين القطريين أكدوا تنفيذهم لكل ما طلب منهم، ما دفع بكل من السعودية والإمارات والبحرين إلى المطالبة بالدلائل، طلب أدى إلى غضب القطريين ورفضهم التوقيع على التقرير. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها هذا إلى مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الخطوات المقبلة ضد قطر. طيب، يعني مقال الراية القطرية ممتلئ بعبارات مثل يعني صاحب السمو فعل هذا وفعل ذاك، ويعني أطال الله في عمره، ويتحدث عن إنجازات قطرية في مجال وقف الحرب على غزة. أين هي المبادرة القطرية بعد كل هذا؟ يعني هو شيء طبيعي أن صحيفة قطرية تتحدث بلسان النظام في قطر، لكن فكرة أنا لا أعرف من يقرأ في قطر حتى يمنطق الأشياء ويفهم ما هي المبادرة القطرية التي قدمت، ما هي الجهود القطرية التي يتحدث عنها ويصفها بأنها جهود أكبر من الجهود المبذولة. هو يتحدث عن المبادرة المصرية باعتبارها مبادرة تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية، وأنا لا يمكن أن أرد عليه، لكن أحيله إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته قيادة حماس وتحدث فيه خليل الحية في قطاع غزة، وتحدث فيه عن الدور المصري وعما تبذله مصر من جهود. وحتى هذه اللحظة، حتى رغم انهيار الهدنة الأخيرة، لكن لا يظهر على السطح أي جهد مبذول في هذه القضية غير الجهد المصري. الوفود الإسرائيلية والفلسطينية جاءت إلى القاهرة لأكثر من مرة، وتم إنجاز أكثر من تهدئة متتالية سمحت لأهالي غزة بتنفس الصعداء قليلا على الأقل. ما طرحته مصر من مبادرة في البداية ثبت أن الفصائل الفلسطينية حين انعزلت عن الضغوط الإقليمية والدولية قبلت بها وبدأت مناقشتها، بدليل أنهم كانوا موجودين في القاهرة، وهذه ترجمة فعلية للمبادرة المصرية التي يقول أنها تتبنى الرؤية الإسرائيلية. طيب، يعني في نفس الوقت مقال الشرق الأوسط أو خبر الشرق الأوسط يتبنى رؤية مختلفة تماما، وهي أنه قطر هي دولة تتدخل في سياسات جيرانها من العرب وتؤدي إلى يعني الفوضى داخل تلك البلاد. ما رأيك في هذا التباين ما بين صحيفة الراية وهي صحيفة قطرية وصحيفة الشرق الأوسط يعني وهي صحيفة خليجية؟ هذه قضية وهذه قضية يمكن أن يكون في ذلك رد على ما تقوله صحيفة الراية القطرية. فإذا كان لقطر جهد، إذا كان لقطر مبادرة، فلتبذل مبادرة لأن تعود إلى صف مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى. كل المؤشرات تؤكد أن قطر رفضت الالتزام ببنود وثيقة الرياض وأن هناك إجراءات ستتخذ. بالأمس قال مسؤول أمني إماراتي كبير في حسابه على تويتر ما ألمح بأن هناك نية لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن يصبح بعد ذلك هناك بعض العقوبات. أنا أعتقد أن قطر إذا كانت حريصة على ما يمكن أن تسميه الصف العربي فهي تمارس انشقاق وتسلخ نفسها من محيطها
وتسعى إلى تحسين علاقتها بالدول العربية. نعم، أنتقل معك إلى ما كتبته الصحف العالمية. اهتمت الصحف العالمية وخاصة الأمريكية بالموقف المصري تجاه أحداث بيرسون، فكتبت صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان مصر وروسيا وإيران يضايقون واشنطن. قالت الصحيفة الأمريكية إن مصر وروسيا وإيران أخذوا يضايقون واشنطن وينتقدون وحشية الشرطة ضد المتظاهرين السلميين. وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما تسببت الاضطرابات في ميزوري في صدمة لمراقبي ومراسلي الدول الغربية الديمقراطية، فإن أشد الانتقادات حدة جاءت من الدول الاستبدادية التي غالبا ما لا تتسامح مع معارضيها. من جانبها، نشرت صحيفة ذا هيل تصريحات للخارجية الأمريكية دفاعا عن ممارسات واشنطن في مجال حقوق الإنسان، وذلك ردا على الانتقادات الدولية المتصاعدة. فقد قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف إن بلادها تعالج مشاكلها بنزاهة وشفافية، وصفت ما يحدث بأنه حرية تعبير، رافضة مقارنته بالأوضاع لدى منتقديها في كل من مصر وإيران وبكين بالإضافة إلى موسكو. وتحت عنوان الطغاة يلومون الولايات المتحدة بسبب الاضطرابات العنصرية في بيرسون، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إنه من المحرج للغاية أن يوجه الطغاة والمستبدون والأوتوقراطيون في جميع أنحاء العالم الانتقادات لواشنطن بسبب تعامل الشرطة مع المتظاهرين. كما قالت الصحيفة أن القاهرة استخدمت نفس اللغة التي تتحدث بها واشنطن حيال قمع المتظاهرين الإسلاميين في مصر. يعني ضيق شديد يبدو في الصحف الأمريكية تجاه البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية. لماذا هذا الضيق ونحن نسمع كل يوم من واشنطن والبيت الأبيض تنديد هنا وشجب هناك لكل ما تشهده مصر من أحداث؟ يعني هو نفسياً هذا الضيق مفهوم. الولايات المتحدة أو المجتمع النخبة في الولايات المتحدة لأول مرة يجد نفسه يتعرض لما يمارسه على الآخرين، يجد انتقادات تأتي ليس فقط من مصر ومن روسيا ومن بكين ومن هذه الدول، لكن حتى من الأمين العام للأمم المتحدة، فيجد نفسه في موضع أن العالم يتدخل في شأن داخلي بنفس اللغة التي يتدخل هو بها في شؤون الآخرين. هذا جزء. الجزء الآخر أنه يكشف إلى درجة كبيرة أن المجتمع الأمريكي مثل كل المجتمعات في العالم لديه مشاكل داخلية ولديه مشاكل بين الأفراد. البي بي سي نقلت بالأمس عن استطلاع لأحد مراكز الأبحاث أن 80% من السود يعتقدون أن الأحداث سببها عنصري، بينما 42% من البيض فقط من يعتقدون ذلك. ونتائج هذه الدراسة كاشفة إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تعاني بالفعل من رواسب لهذه المشاكل العنصرية، وهي ذات المشاكل التي تتحرك من خلالها في العالم، تدعم حقوق أقليات، تتحدث عن حريات دينية، تتحدث عن أشياء من هذا القبيل. هذه أول مرة من المرات القليلة التي يصدم فيها المجتمع الأمريكي بأنه كما يقول المثل المصري بيته من زجاج. صحيح. نعم، أبقى معك فيما كتبته الصحف العالمية التي من خلال المتابعة وجدنا أنها تمت أيضا بقضية تتعلق بالوطن العربي. أيضا اهتمت الصحف الدولية ببيان الفاتيكان الأخير، فكتبت The Guardian البريطانية تحت عنوان بيان الفاتيكان يحمل لغة غير تقليدية. أصدر مكتب الحوار بين الأديان في الفاتيكان بيانا يحذر من الاتجاه فيه نحو تجميد الحوار مع ممثلي المسلمين، ما لم يعلن القادة الدينيون تنديدا واضحا لا لبس فيه لفضائع داعش بحق الأقليات الدينية في العراق. وصفت صحيفة ذا جاردن البيان بأنه يحمل لغة غير تقليدية تتعلق بمنطقة حساسة للغاية في العلاقات بين الأديان. وفي صحيفة هافينغتون بوست بيان الفاتيكان محاولة لدفع مزيد من المسلمين للتحدث علنا ضد داعش. اعتبرت الصحيفة في تقريرها أن البيان محاولة من الفاتيكان لدعم القادة المسلمين وحثهم على التحدث ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وأشارت إلى أن البيان حمل رسالة ضمنية مفادها أن التعايش يشكل أساس العلاقات الصحية بين الأديان، وأن الفظائع التي يرتكبها التنظيم الإرهابي بحق الجماعات الدينية تشكل تهديدا حقيقيا لهذا التعايش. صحيفة The Guardian وصفت بيان الفاتيكان بأنه يحمل لغة غير تقليدية، هل هذا صحيح؟
يعني إلى حد ما، لأن المعتاد أن يخرج الفاتيكان ليعبر عن وجهة نظره في الأحداث، ليتحدث عن أمله في حل سلمي للنزاعات، لكن هذه أول مرة يوجه رسائل مباشرة إلى دول العالم، خصوصا إلى الدول الإسلامية. جزء من ما يتحدث عنه بيان الفاتيكان هو حاصل بالفعل في المجتمعات العربية. المنطقة العربية هي أكثر المناطق التي اكتوت بنار الإرهاب، والتي ما زالت تواجهه حتى الآن في جميع الأقطار العربية. وبالتالي فالحديث عن أن الدول العربية تتحدث عن داعش هو حديث فيه قدر من المبالغة، لأن الدول العربية تعيش مع داعش وليس فقط تتحدث، يعني تعاني من المشاكل التي تسببها داعش. هذا جزء، لكنه في جميع الأحوال من المهم أن نقبل مثل هذه الخطابات بهدوء، وأن نبدأ في مراجعة كثير من المصادر التي تسمح بمثل هذه الأفكار أن تنمو وأن تكبر بهذا الشكل. نعم، يعني وصلت وإياك إلى نهاية هذا الجزء، نستريح لحظات ثم نعود للمناقشة. تنظيم الدولة الإسلامية يسيل حبرا كثيرا ويصنع أخبار الصفحة الأولى، نبرة تتصاعد حدتها يوما بعد الآخر، ورسائل توجه للبيت الأبيض تحمل ختم الدماء وفيديوهات الرؤوس المقطوعة، من يتصدى لداعش؟ وفي أي صف من صفوف المواجهة تقف الدول العربية؟ أم أنها غائبة منشغلة بصنع دواعش أخرى في الداخل دون أن تدري؟ نقاط نثيرها معكم ومع ضيفنا، لكن بعد الفاصل. متواصلون معكم مشاهدينا مع فقرة بالخط العريض، أجدد الترحيب بحضرتك معنا. هذه الفقرة سوف نخصصها لمناقشة الوضع في العراق. الدولة الإسلامية تتوعد واشنطن بحمام دم، نقرأ من صحيفة العرب التي نقلت تهديدات التنظيم لواشنطن في حال أصابت الغارات الجوية مقاتلي. وتضيف الصحيفة أن هذه التحذيرات تأتي على خلفية قصف الولايات المتحدة عدة معاقل تابعة للتنظيم دعما للجيش العراقي في محاولته لاستعادة مناطق كان التنظيم قد سيطر عليها. هذه التهديدات يبدو أنها في طريقها إلى التحقق. صحيفة The Daily Telegraph كتبت عن تسجيل مصور بثه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، يظهر قيام التنظيم بقطع رأس صحفي أمريكي يدعى جيمس فولي، كان قد اختفى في سوريا قبل أكثر من عامين. وقالت إن هذا التسجيل ينبئ بمزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كانت المواجهة الآن محتدمة ما بين داعش والبيت الأبيض، فلماذا لا يتدخل العرب؟ يتساءل مراسل صحيفة دي فاينانشال تايمز عن سبب قصف الطائرات الأمريكية للعربية لمسلحي داعش. فعلى حد قوله تملك دول الخليج وحدها 60 طائرة مقاتلة، ولماذا تحشد بريطانيا طائراتها في قبرص بينما طائرات الدول العربية أقرب إلى الهدف؟ ويختم قائلا أن العرب لم يستطيعوا الاتفاق على مواجهة أكبر خطر يواجهونا، معتمدين في ذلك على الغرباء. تلك تساؤلات غربية عن الدور العربي، يضيف إليها عبد الله العلم في مقاله بصحيفة العرب أسئلة أخرى، فلم يعد خافيا على أحد أن داعش ليست بعيدة عن البيت الخليجي، ويدلل الكاتب على ذلك بالصمت المريب تجاه فئات تتعاطف بشكل خفي تارة وساثر تارة أخرى مع أفكار التنظيم الإرهابي. ويخلص الكاتب إلى أن الفكر الداعشي موجود ويمارس نشاطه الخفي، ويتساءل هل علينا الانتظار حتى يتفشى وإلى متى يستمر هذا الصمت؟ إذن كيف تربي دعشوشا في بيتك؟ المعادلة بسيطة والمقادير واضحة. يقول محمد الكفراوي في صحيفة المصري اليوم، فنحن لدينا بيئة خصبة لتربية الدعشيش، مجتمع ممتلئ بالقهر والتفاوت الطبقي، نظام تعليمي لا يهتم إلا بالقشور، إعلام يعشق التطرف، ومؤسسات ثقافية تعيش في سبات عميق وغيبوبة منذ زمن طويل، ما يعني أننا معرضون شئنا أم أبينا لظهور الدعشيش، وما أسهل صناعة هؤلاء في هكذا مجتمعات. هل نحن معرضون لصناعة الدعشيش؟ احنا صنعناها بالفعل، يعني هي في النهاية كما يقول محمد الكفراوي في مصر اليوم، احنا وفرنا البيئة الفكرية التي نمت فيها مثل هذه الأفكار وهذه التنظيمات، ايضا في ظل الظروف السياسية التي تعرضت لها المنطقة العربية.
وفي النهاية حالة عدم الرشد التي يعني كانت مع الذين تولوا مسؤولية هذه المنطقة في مثل هذه الظروف التاريخية، والتي جعلتهم يغذون فكرة الانقسام وليس التوحد، وبالتالي استطاعت هذه التنظيمات أن تجد لها حاضنة شعبية من جانب، ومن جانب آخر تراث فكري كبير يدعم قدر كبير من مواقفها أمام العامة. نعم. في جميع الأحوال، لكن المهم في هذه القضية هو ما يمكن أن نسميه الاهتمام الغربي الكبير بما يخص داعش. بالأمس الرئيس الفرنسي دعا إلى استراتيجية غربية للتعامل مع داعش، وقال أنه سيعلن عن ملامحها قريبا. ديفيد كاميرون قطع إجازته بعد أن علم بنبأ قتل الصحفي الأمريكي. المسألة ليست فقط في أن داعش تقتل وتهدد مصالح غربية وتقتل مواطنين غربيين، لكن لأن فيديو قتل الصحفي الأمريكي أظهر الشاب الذي قتله يتحدث كما قيل بلهجة إنجليزية لندنية، وهذه هي الكارثة الكبرى التي تواجه الغرب وتجعله متحمس إلى هذه الدرجة للقضاء على داعش بعد سنوات من وجود داعش في المنطقة. أيضا ارتداءهم لملابس التي يرتديها السجناء في سجن غوانتانامو هو إشارة يعني خطيرة جدا. يعني هي إشارة وهو تأكيد على كل التقارير التي تؤكد أن داعش نشط ليس فقط في تجنيد الشبان العرب، لكن في تجنيد الشبان الغربيين، وليس فقط الغربيين المتجنسين يعني الذين حصلوا على الجنسيات الغربية، لكن الغربيين الأصليين. وبالتالي فهناك حسب التقديرات أكثر من 8000 مقاتل أجنبي يقاتلون في داعش، معظمهم من أوروبا والولايات المتحدة، وهؤلاء سيعودون إن عاجلا أو آجلا إلى بلادهم حاملين ذات الأفكار. من يعلم يعني ماذا سيقومون به في هذه البلاد؟ وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يفزع الغرب في هذه الأوقات. طيب نقطة برضو سريعة أود التوقف معك أمامها، يعني في بداية ظهور داعش كان هناك توجه من الصحف إلى اتهام الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في صناعة الإرهاب، واتهموا هذه الدول أنها هي التي صدرت الإرهاب وصنعت داعش ومولته وما إلى ذلك. لكن الآن نجد اتجاه آخر في الصحف يتجه إلى لوم البلاد العربية نفسها على ظهور داعش، ويعني ما تشجعه هذه الدول من تطرف أدى إلى ظهور مثل هذا التنظيم في النهاية. يعني هي ما سر هذا التحول؟ يعني هي عملية مزدوجة، لا نستطيع أن نفصل داعش عما سبقها من تنظيمات وأفكار. في النهاية المراهنة على الفكر الإسلامي المتشدد كان رهانا أمريكيا من البداية، استخدمه في محاربة الشيوعية وجنده، وشكلت الولايات المتحدة المخابرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع دول عربية كثيرة أول تنظيمات مسلحة لهذه المجموعات الإسلامية، وهم الذين ذهبوا للقتال في أفغانستان. وبالتالي بدأت التنظيمات تتوالد منذ هذه اللحظة. ففي النهاية هي مسؤولية مزدوجة. المجتمعات العربية لديها البيئة الفكرية التي تنبت مثل هذه التنظيمات والأفكار، ولديها بعض الحاضنات الشعبية المتأثرة بهذه البيئة الفكرية. والولايات المتحدة سياساتها المرتبكة والمزدوجة والتي تقدم ما يمكن أن نسميه كما قلت ارتدى الصحفي الأمريكي رداء غوانتنامو. دعني أبقى معك في نفس موضوع التطرف لكن مع مقال آخر. نتحول معا إلى فقرة مقالات وآراء مع مقال الأمين الدوا في صحيفة الوطن الليبية تحت عنوان سيكتب التاريخ يوما. يقول الكاتب إن التاريخ سيسطره أحد الأولاد أو الأحفاد، سيكتب ويكتب ويقول إنكم تقاتلتم وإنكم تحبون القتل وتتنفسون البارود وتعشقون صوت المدافع، وإن عباءة الثورة صارت لباسكم صيفا وشتاء، تقتلون بعضكم من أجل أهواء الآخرين وحتى يزداد نفوذكم في أرض يمكنها أن تسعكم جميعا، ولا تظنوا أن التاريخ سوف يرحمكم بل سيسترسل في الحديث عما ارتكبتموه من تسخير للدين لخدمة أهدافكم.
وسيسهب في وصف انقسامكم بين ألف ملة وطائفة، وكل منكم في ذلك يغني على ليلى. وسيغلق ذلك الصبي كتابه بعد أن يصنف ما جرى في تاريخ ليبيا في وقتنا هذا بالحقبة السوداء، فهو لن يجد من هول الموقف ما يوازي اقتتال أجداده بهذه الطريقة، ولا تخطئوا فتظنوا أنه قد يساند هذا الطرف أو يميل نحو ذاك. تعليق سريع من حضرتك على يعني هذا هو المقال. هو بالتأكيد بيوصف حال حقيقي وواقع. ليبيا ليست فيها داعش واحدة، فيها دواعش كثيرون يتقاتلون. لا حل في ليبيا إلا ببناء جيش قوي وموحد، ونزع سلاح هذه الميليشيات، والبدء في عملية سياسية تستطيع أن تستوعب من يمكن استيعابهم منهم. وإلا فإن ليبيا قد أفغنت أو صوملت إلى أبد لا نستطيع أن نعرف. وضع مؤسف بالفعل. نعم، انتهت هذه الحلقة. الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، بشكر وجودك معنا، كنت ضيف كريم. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة، انتظرونا في حلقات قادمة من برنامج الصفحة الأولى. لكم مني أطيب التحية، رافقتكم في هذه الجولة هبة جلال.